وبشأن حادثة اعتداء أمن العتبة الحسينية وعناصر ميليشيا الحشد على متظاهرين في كربلاء، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد علي عزيز، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني ناشطون يتهمون عناصر أمن العتبة الحسينية وعناصر الحشد بمنع مسيرة الثوار من دخول العتبة الحسينية، بل زاد الأمر أن هذه الميليشيات وهذه القوات أمن العتبة الحسينية هاجمت العناصر، هاجمت المسيرة، وبالتالي انهالت عليهم ضربا. لكن السؤال المطروح هنا، لماذا انتهجت الميليشيات وأمن العتبة الحسينية هذا السلوك أستاذ علي؟ نعم طبعا، هو هذا السلوك هذا هم منتهجين ويانا من يوم 1 تشرين، هذا ليس بشيء جديد. هذا احنا بالنسبة ان ثوارنا من بغداد او من الفرات الاوسط او من الجنوب هاليوم كانت نقطة التقاء عندهم في كربلاء ضمن تحت مسمى موكب ثوار تشرين. تقريبا التجمع اللي هو اكتمل يعني بعد الضحى اليوم قبل الظهر. نعم. بلشت قوات ما نعرف من وين تجي، لكن ابرز العلامات اللي كانت موجوده عليهم على هدومهم لابسيها هي امن الحشد للشرطه الاتحاديه. نعم. والاستخبارات كذلك طبعا، خلينا نفصل ما بين امن الحشد وما بين فرقة العباس القتالية. نعم. وأكو كتائب قتالية أخرى غير فرقة العباس، يعني ما تحضر للأسماء، اللي هم يعني مهتمين بحماية أمن المقدسات بكربلاء. نعم. زائدا الشرطة والاتحادية والاستخبارات اللي هم يمثلون الحكومة، يعني بشكل يعني يمثلون رئاسة الوزراء. الجميع انهال على المتظاهرين بالضرب، لم يدخروا أي جهد نهائيا لا القوات الحكومية ولا قوات أمن الحشد. نعم. ضرب مبرح على الجميع، عندنا جرحى، أعداد الجرحى تتجاوز 200 جريح، والمفارقة الأكبر من هاي أنه نشوف الحكومة صامتة. طيب. ماكو أي ردة فعل. نعم. وكأنما رئيس الوزراء ما إلى وجوده قبل لحظات، قبل دقائق. يعني أنت اليوم هسه أنا كنت بالانتظار على الفونو وزعيم الميليشيات الأكبر في العراق مقتدى الصدر نزل تغريدة هسه يهدد به الثوار التشرينين بأنه سوف لن يسمح لهم بالخروج للتظاهر بعد اليوم. وكأنما نحن نعيش في عالم الغاب. هاي التغريدة نزلت قبل دقيقتين. طيب. على رئيس الوزراء إن كان فعلا إن كان كما يتم وصفه بهوية الأحوال المدنية بأن جنسه رجل ذكر. نعم. أن يقف بوجه هذا القاتل الميليشياوي لأنه يروم تنفيذ مخطط كبير وعمل فتنة في العراق لها أول ما لها تالي. ثوار تشرين مستعدين. طيب. ثوار تشرين مستعدين لكل شيء. أستاذ علي، الصور التي رفعت لزعماء إيرانيين في كربلاء، يعني رفعوا لصورة قاسم سليماني، هل كانت كفيلة بوقوع هذه الاشتباكات؟ بمعنى آخر، هل استفزت الثوار إلى كل هذه الدرجة؟ أنت هسه تذكر اسمه، أنا يعني استفزيتني أنت هسه لطالما ذكرت اسم قاسم سليماني، فأكيد الثوار يستفزون. بلاص فوق هذا كله أعطيك إياها، ما صار الاعتداء والضرب علينا إلا بعد أن رددوا الثوار شعار إيران برا برا. فلذلك هذا الشيء طبعا على فكرة الصور اللي مرفوعة كربلاء. نعم. أعدادها أعداد كبيرة جدا، يعني كل مترين كل 3 أمتار تشوف جدارية وتشوف رسم كبير. نعم. قاسم سليماني، وكأنما كربلاء كلها تأيد قاسم سليماني، في حين كل أهل كربلاء ما يشرفهم أنه يخلون صورة أي إنسان إيراني في مدينتهم. زين، هذه الملايين اللي صرفت على هذه الصور، واليوم احنا بأزمة مالية ما عندنا فلوس ندفع رواتب، صور. نعم. بالملايين، يعني اتمنى لو عندك كادر يغطي ويصور راح تشوف الشوارع، راح تشوف يعني بين عمود وعمود اكو عمود على صورة قاسم سليماني. طيب أستاذ علي، أيضا اليوم تم اعتقال بعض المتظاهرين لأنهم رفعوا علم العراق وهم في طريقهم إلى مدينة كربلاء، لكن هل بات علم العراق تهمة يعتقل بسببها العراقيون؟ اكيد اخي، انت تحت الاستعمار الميليشاوي، انت اليوم كعراقي انت تحت الاستعمار الميليشاوي، هذا الاستعمار الميليشاوي هي اذرع ايران العسكريه بالعراق، اكيد العالم العراقي يعتبر تهمه، داسوا باحذيتهم، داسوا الله اكبر باحذيتهم على الميليشيات اللي تملكها احزاب اسلاميه وباسم الاسلام اللي متسلحين ودي يقاتلون ودي يسوون كمقاومه، اليوم داسوا على الله اكبر باحذيتهم، داسوا مثل ما داسوا صوره رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي باحذيتهم، ورئيس الوزراء نايم ورجله بالشمس ما يقدر ينطق كلمة، لا يقدر يوقف بوجه مقتدى. منو مقتدى الصدر؟ منو مقتدى الصدر؟ شنو تحصيله؟ من هو؟ شو يشتغل؟ شنو عمله؟ شنو هذا الإنسان هذا؟ يهدد بالعراقيين ويهدد بالمتظاهرين، ورئيس الوزراء كان رئيس جهاز مخابرات ما يقدر يرده؟
اي دوله ميليشيات. دوله ميليشيات طبعا. بالتلفزيون قبل كم شهر يقول انا جريت ابن المتظاهرين راح من عندنا كذا شهيد، وهسه ينزل تغريده يهدد علني، شو يريدنا يعني؟ وين نروح؟ استاذ علي، تدخل دولي؟ استاذ علي، هذه التصرفات هل ستؤثر على الحراك الثوري؟ التصرفات التي تأتي من قبل الميليشيات والقوات الأمنية ستؤثر على الحراك الثوري؟ طبعا ستؤثر وبشكل إيجابي جدا. هم يظنون راح تؤثر سلبي، لا راح تؤثر بشكل إيجابي جدا، وراح تكون ردة الفعل أقوى. هذا كل الاستفزاز، الكم الهائل من الاستفزاز اللي يمارسوا علينا من أجل أن يدفعونا إلى تكون ثورتنا غير سلمية، لكن احنا مصرين على سلميتنا، لكن هذه المرة سلميتنا موجودة، لكنه احنا دائما نقولها احنا ثورتنا صح ثورة سلمية لكنها ليست ثورة ذل وخنوع. عندنا اساليبنا وراح نعرف شلون نرد عليهم. وعلى رئيس الوزراء اليوم اذا ما يخلي حد هذا المسمى مقتدى الصدر، فمعناتها البلد راح ينجر الى فتنة، وفتنة طائفية وفتنة اهلية، والامور لا تحمد عقباها نهائيا. عليهم انه يلصمون هذا الشخص، يسكتوا يخلوه يعني بعد ما ينطق اي كلمه. يعني ما اعرف يا اخي، رجل دين لو انت تمشي سياسه البلد وسياسه العراق، كانما لا يوجد حكومه، لا يوجد وزراء، لا يوجد برلمان. طبعا على الرغم من تحفظنا عليهم كلهم هاي الاسماء والمسميات، احنا ما متعرفين فيهم. واضح واضح. لكن فاذا يعني الله سبحانه وتعالى موجود والثوره مستمره. علي عزيز، عضو اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين، شكرا جزيلا لكم.